تشارك مع شركة تنمية الإنسان في المعرض السعودي للإعاقة والتأهيل، ونحاول أننا يعني نبرز في المعارض اللي من هذا النوع، ونركز أكثر على الفئة ذوي الإعاقة والخدمات اللي تخدمها، نخدم يعني نقدمها لفئة ذوي الإعاقة. We have a wonderful, you know, some organizations came to us as well. Lots of organizations, lots of particularly disability organizations. They're 5% of total market in Saudi Arabia, and so we, I think, we have lots of the way we are doing is everybody loves our, you know, we build homes for people with intellectual disability and physical disability, and we provide 24-hour care. يأتي مشاركة معهد التواصل للتدريب وأيضا تطبيق ساين بوك في إكسبو، وهذا المعرض الذي يتم فيه تبادل الخبرات وغيره، تتبادل فيه بعض المعرفة. فوجودنا اليوم من سلطنة عمان ممثلين في معهد التواصل للتدريب وأيضا تطبيق ساين بوك هو الإثراء لتبادل المعلومات ونقل الخبرات والتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة. الماضية كان تخصصي أكثر، العام هذا اختلف بشكل كبير جدا عن مشاركة القطاعات والأدوات الأجهزة الطبية، نتطلع بأن يكون فيها شركات أكبر ومشاريع أكثر بإذن الله. المعرض ما شاء الله، يعني انبسطت يعني في المعرض واستفدت منه أشياء كثيرة، يعني بخصوص إعاقتي، بخصوص الكرسي اللي أنا استعمله، والحمد لله يعني خدماتهم مرة كويسة وإن شاء الله ينعاد.